السلام علیکم بھائیوں، آج ہم نماز میں پڑھی جانے والی 10 چھوٹی سورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بھائیوں، نماز میں سب سے پہلے نیت کرتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک سورت پڑھی جاتی ہے، تو وہ سورت آپ جو چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم سب سے چھوٹی 10 سورتوں کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو سب سے پہلی سورت ہے الم ترا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم یجعل قیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کشف مأقول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش إلافهم ليلة الصطوع والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔